طيب ناخد حضراتكم وموضوع تاني، وموضوع يمكن كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت مشغولة بيه الفترة اللي فاتت، وازاي نعلم أطفالنا تاريخ أجدادنا القدماء المصريين. والحقيقة إنه الأطفال عندهم كتير من الشغف إنهم يتعرفوا على حضارة مصر وتاريخها والمواقع الأثرية اللي بيدرسوها وبيسمعوا عنها في الكتب. من هنا قررت نشوى أبو زيد وهي مشرفة آثار بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية إنها تعمل مبادرة من خلالها تنظم رحلات للأطفال اللي بيبحثوا عن قصص أجدادنا القدماء المصريين جوه المعابد والمتاحف والمواقع الأثرية. خلينا نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. عشقت حضارة مصر وكنوزها التاريخية، فلم تكتفي بعملها كمشرفة على المواقع الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، بل قررت أن تنقل شغفها لأبنائها وأصدقائها في صورة رحلات تهدف لنشر وتنمية الوعي الأثري ومد جذور الماضي والتاريخ في قلوب وعقول جيل الغد. مبادرة سرعان ما تطورت لتصبح في أكثر من محافظة. أطلقت نشوى أبو زيد على مبادرتها أولدنا في حب بلدنا، ووجدت دعواتها مردوداً كبيراً ومبهراً، حيث أعلن عدد كبير مشاركة أبنائهم في المبادرة التي أظهرت شغف الأطفال الذين يبحثون باهتمام عن قصص لم تروى احتفظت بها صفحات المعابد والمتاحف والمساجد في صور نقوش تحكي روعة تاريخ بلد أبهر ولا يزال يبهر العالم. معانا الأستاذة نشوى أبو زيد عبر زوم، وهي مشرفة آثار بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة نشوى. من المعروف أن المتاحف والمعابد والمواقع الأثرية هي الذاكرة الحية للشعوب، زي ما بنقول بتربط الماضي بالحاضر، بتساعد في ترسيخ الهوية المصرية. عايز أعرف من حضرتك في البداية كده، إزاي بدأت هذه المبادرة؟ الأول صباح الخير على حضرتك يا مستر محمد. صباح النور. صباح الخير أستاذة هدير. مبسوطة طبعا أنا معاكم في صباح الخير يا مصر النهاردة. ابتدت المبادرة معانا وأنا بذاكر لبنتي، ابتدينا نذاكر، بتجيب أصحابها يذاكروا معانا مادة السوشيال، وابتديت أحس إن الولاد مش فاهمين إيه الأسامي وإيه الحاجات اللي موجودة وتعبانين جدا مش عارفين يذاكروا، فابتدينا نتجمع ويلا بينا نروح لمكان أثري اللي أنتوا بتذاكروه جوه الكتب والمناهج، نبتدي نشوفه لايف في الحقيقة. واكتشفت إن الولاد كلها جابت الدرجات النهائية في مادة الدراسات الاجتماعية. من اللحظة دي قررت إن إحنا لازم نعمم فكرة المادة النظري والعملي مع بعض، ومن هنا ابتدى، لأن بنتي سباحة في فريق، فابتديت ألم الولاد بتوع الفريق ونطلع، ومن هنا ابتدت تنتشر من البداية في النادي. عظيم. فكرة إنك تحكي لها كمان قصة عن القدماء المصريين وتنزلي زي ما حضرتك قلتي لأرض الواقع للمتحف أو للمعبد وتوريها القطع الأثرية وتوريها الآثار الموجودة، أعتقد ده بيساعدها أكتر على إن هي تفتكر الموضوع ويفضل موجود جوه ذاكرتها. انا فعلا وفاكره ان هي كانت وقتها في برايمري 4 في رابعه ابتدائي، وفاكره ان هي كانت بتاخد لوحه مارمر، ورحنا وقتها المتحف المصري عشان تشوف اللوحه وايه النقوش اللي عليها وايه التيجان المجمعه والكلام ده، علشان تعرف ازاي اذاكر شكله ايه. وبالفعل جابوا كلهم الدرجات النهائيه، وحسيت ان الموضوع بدايه، يعني شراره لازم اكمل عليه. استاذه نشوى صباح الخير، وكل سنه وحضرتك طيبه. والبداية تكون ازاي مع طفل ما عندوش معلومات تاريخية او اثرية؟ يعني مش كلهم في مراحل في المدارس اخدوا ودرسوا التاريخ، لكن في ناس الموضوع بالنسبة لهم ملفت جدا وعايزين يعرفوا ويتعلموا اكتر. تكون البداية معاهم عاملة ازاي؟ وهل الاول قراية وشرح وبعدين ننزل على ارض الواقع، ولا ممكن تكون جولات سياحية بتشمل الاتنين؟ الاول صباح الخير استاذة هدير، وكل سنة وحضرتك طيبة. طبعا بصي حضرتك، أنا ابتدى الموضوع بالنسبة لي إن أي طفل يقدر يسمع، مش لازم أبتدي، مش عشان هو بيدرس. يعني كان في موقف كنت في الإشارة بتاعت الرماية وطلع شغلي في الهرم، ولقيت بنتين عايزين يبيعوا لي مناديل، فابتديت وكنت واخدة معايا بنوتيني عشان أوريهم الهرم بالمرة. فعرضت عليهم إن أنا آخد منهم كل كمية المناديل اللي معاهم مقابل إن هم يطلعوا معايا الهرم ويسمعوا الشرح، ولما اسالهم ويجاوبوا انا هشتري كل الحاجه اللي معاهم. نجح الموضوع، هم اميين مش في مدارس،
مش بيدرسوا، الموضوع كله فيك. ان الطفل عنده اهتمام، احنا كنا عايشين ازاي، بنشتغل ازاي، الناس بنت الهرم ده ازاي، شكلهم عامل ازاي، هم عندهم افكار على فكرة، هم اذكياء جدا، هم محتاجين تطوير ليهم، وان انا اخدهم من ايديهم واوديهم للمكان اللي هم شايفينه هرم، انت اتبنيت ازاي، شايفة المسجد فيه اهتمام من اتعمل أولياء ازاي، الأمور بالموضوع؟ هم عايزين يدوا ولادهم بقى، يلا روحوا رحلة يا ولادهم انبسطوا. من الاخر لكن يعني، البعد الأثري والثقافي بتاع الموضوع لسه مش واصل قوي لأولياء الأمور. لا وصل للولاد اكتر من اولياء الامور على فكرة. طب كويس، هم هيجيبوا يعني أهاليهم، هيخلوا أهاليهم يكونوا موجودين جم ومهتمين. بالاجبار على فكره، كل اللي كان عنده طفل صغير ابتدى، طب انا مش هسيب ابني لوحده، لان انا كانت بتبقى الاعداد كبيره جدا، كنا بنعدي ال 120 مثلا، فابتدى طب احنا هنيجي بقى عشان ناخد بالنا من ولادنا. اللطيف ان انت تلاقيهم قاعدين قدامك ومره واحده بعاد، وبعدين يبتدوا يقربوا يقربوا، وبعدين يبتدوا يسالوا، فتكتشفي ايه ده، احنا بجد ماشيين على خط انتي سليم. نجحتي طبعا، دي حاجة بتساعدك، انتي نجحتي بهدفك، وصلتي لن لهدفك فعلا. انسى زوج احد العضوات كانت معانا في النادي، ووقف اللي هو يلا عشان اروح لوالدتي، وعايز اليوم يخلص يعني، اخر اليوم ابتدى يتخانق ان لا انت ما شرحتليش المكان الفلاني وما سمعتكوش في اول الزياره، ورجعني تاني للمكان عشان نشرحه، كنا في مجمع الاديان. طب ده عظيم جدا. طيب عايز اسالك عن القدره بقى الاستيعابيه للاطفال، بتتعاملي مع سن كام، وهل القدره الاستيعابيه بالنسبه لكل الاطفال واحده؟ لا طبعا، في الولاد الصغننين من 5 سنين 4 سنين بيبقوا معانا مثلا، جايين كده مع اخواتهم، دول بنوديهم مراكز الحرف اليدويه زي شغل الفخار، شغل الخزف، وبيتفرج هو بيشتغل ازاي، نديله حاجه اهرامات ابو الهول يلون الحاجات الاثريه دي. لكن كل ما السن بيكبر احنا بنتدرج بيه، بنطلع ونبتدي نوصل ان حد السن بتاع الدراسات الاجتماعيه اللي بياخدوه في المدرسه، بنبتدي من اللحظه دي ينتهي الشغل الاثري بقى، نشرح تاريخ. لكن قبل كده بيبقى تلوين ورق، مجسمات من الجبس، حاجات كده. طيب استاذه نشوه، متهيألي كمان بعد موكب المومياوات والاطفال نفسهم كانوا بيتفرجوا وكانوا منبهرين وكان عندهم كتير من الاسئله، اعتقد انه لازم يكون في شرح كده يعني بالفيديو، شرح مفصل ليهم، وطبعا من يعني خبرتك في التعامل معاهم اكيد عندك مصطلحات ما تفهميهم الموضوع احسن مننا، لانه الموضوع بقى مبيبقاش اسهل حاجه برضو على الام، لانها مش عارفة توصل لهم المعلومة بشكل صحيح، بشكل يعني أثري، من غير ما تكون بتلخبط لهم دماغهم، لأن الموضوع مش سهل برضو. لكن كمان الشغف اللي شفناه منهم والانبهار الكبير اللي شفناه منهم بموكب المومياوات يستحق الصراحة أن احنا يعني من وهم صغيرين يكون الموضوع فيه جزء كبير تعليمي. وهنا تيجي بقى أهمية زيارة المتاحف والمعابد، يعني أعتقد أن ده يكون ليه عائد كبير على الجزء التعليمي. دي حقيقة، وأنا ما انكرش إن سيادة الرئيس فعلا بقى في العهد ده احنا مهتمين جدا بالآثار، ودكتور خالد العناني يعني لو أي ورقة بتروح له إن أولادنا عايزين يروحوا الأماكن الأثرية بيتم إمضاء الورقة بمنتهى السهولة والسرعة، يعني حقيقي، والأماكن مفتوحة لأولادنا كلها. فكرة بقى موكب المومياوات دي، أنا عايزة أقول لك إن جاني أكتر من مسج وتليفون إن الزيارة الجاية تكون لمتحف الحضارة، لأن اللي شافوه ما كانش طبيعي، حاجة والزيارات ابتدت عالمية. بالفعل وفيها جزء كبير ده أطفال. كتير، ده كتير، أنا بتكلم على المبادرة بقى بتاعتي، ابتدوا إحنا لازم ننزل الجمعة الجاية تودينا، طب السبت، طب أنتوا عندكم امتحانات عشان الامتحانات بتاعت الوزارة، لا إحنا هنذاكر ونخلص عشان ننزل. عشان يكون الفكرة في ابتدت شرح كمان للأطفال كمان. طبعا، وبره مصر جاني اكتر من تليفون انهم نازلين في الاجازات ولازم اعمل حسابهم في الزيارات بتاعه المومياوات. عظيم الموضوع عمل صدى عالمي بصراحه. بس عظيم. أستاذة نشوة بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. ميرسي، بشكر حضرتك وبشكر مستر محمد، وكل سنه ومصر كلها طيبه وبالف خير وعافيه. وحضرتك طيبة. شكرا لك يا فندم.